السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. الموضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه بيض السمان، تفقيس أو تفريخ بيض السمان تحت الحمام. أهو احنا هنحط بيض السمان، أنا حطيت النايلو دلوقتي أهو بيض السمان أهو مع بيض الحمام. هنقول نحط دي اهو كفاية بيضة واحدة اهو، دي بيضة اهي بيضة سمان مع بطين الحمام اهو، تحتها بطين نديلها كمان واحدة. هو تقريبا دي بيضة، البيضة التانية النهاردة اهو حطنا لها كمان بيضة، يبقوا ثلاث بيضات كويسين عليها، ممكن اربعة بس يعني ايه كفاية واحدة. وادي كمان اهو تانية حطنا لها بيضة هي اهو، هي بيضة سمان في النص جنب البطين التانيين. نشوف كمان بيضة مع البطين بتوعها اهو، بيضة سمان مع اهو هي خايفة على البيض، معها بيضة سمان. نشوف كمان دي بيضة لها مكسورة اهي، دي بيضة اتكسرت من البيض بتاعها هي دي اهو، نحط لها اهو حطنا لها بطين سمان اهو، بطين مع بيضتين سمان مع واحدة بيضتها الأصلية. وهنجرب نشوف من يفقسهم او ما يفقسوش، ونوري حضراتكم بعد 18 يوم ان شاء الله نشوف النتيجة. فقست البيض السمان مع بيض الحمام او لا، ونشوف ان شاء الله تكون تجربة ناجحة باذن الله. من فضلك لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناة، ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.